أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه وفقاً لبيانات البنك الدولي فقد جاءت مصر في الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من الهند والمكسيك والصين والفلبين وفرنسا خلال عام 2023. وأوضح المركزي للإحصاء أنه وفقاً لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية فقد بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11.9 مليون مهاجر حتى نهاية 2022. جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز عن اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2024 وموضوع الاحتفالية هذا العام التحويلات الرقمية نحو الشمول المالي وخفض التكاليف. استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثالث سفن ميرسك التي تعمل بالوقود الأخضر فور وصولها إلى ميناء شرق بورسعيد، وتعد السفينة هي الثالثة التي تعمل بالوقود الأخضر ضمن 18 سفينة تسعى شركة ميرسك إلى الانتهاء منها ما بين عامي 2024 و2025 وفقا لالتزام الشركة نحو دعم الممارسات المستدامة في مجال النقل البحري. وحقق ميناء شرق بورسعيد ريادة في مجال التحول نحو الممارسات المستدامة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، حيث تم إعلان ميناء شرق بورسعيد في 2017 كأول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية البيئية. تقترب فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم من إنتاج 1,000,000 برميل يومياً لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات حسبما أعلن وزير النفط. وبلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3.5 مليون برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية الصارمة. وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من 1,000,000 برميل يومياً في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو. وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلغ إنتاج فنزويلا 910,000 برميل يومياً بحلول نهاية مايو. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع وسط قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول مقابل توقعات بنمو قوي في الطلب على الخام والوقود هذا العام. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 87% لتصل إلى 82.04 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 77.84 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 43% لتصل إلى 2.48 دولار للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.64% لتصل إلى 2.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تسارعت وتيرة التضخم في روسيا مجددا في مايو وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الانفاق العام الهائل لدعم الهجوم العسكري على أوكرانيا قد يؤدي إلى تسخين اقتصادي. ودعمت زيادة الانفاق الحكومي الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، لكنها أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ونقص العمالة في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالحملة العسكرية. وقالت وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد إن التضخم بلغ 8.3% على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2023، ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة ب 7.8% في نهاية إبريل، ويفوق بكثير المعدل الرسمي المستهدف للتضخم البالغ 4%.